سنبقى خداما احرارا تحت لواء. نعمل هنا بقسم الشؤون الخدمية التابع للعتبة العباسية، شعبة الكشاوين وشعبة الأمانات، نخدم الزائرين. عندنا 9 كشوانات بالعتبة، تبدأ من كشوان رقم 1 أليف، 1 باء، 1 جيم، كشوان رقم 2 و 4 للنساء أماتين والرجال أيضا. وعندنا أيضا عندنا أمانات، يعني هم 9 أمانات إن شاء الله. الخدمة في مركز الفضل عباس عليه السلام ما توصف مشاعرها وما توصف الفوائد اللي منها اللي نحصل هنا كخدمه لزوار ابي فضل عباس وكل زائر يجي يقول لك رحم الله والديك، فهي هذه غنيمه كبيره حقيقه. نعمل على مدار النهار كامل، يعني على مدار 24 ساعه. شغلنا هنا بالكشوانيات نعمل ناخذ مثلا احذيه الزائرين ونعطيهم ارقام. عندنا تقريبا كل خانه، كل كشوانيه تقريبا توصل الى 2000 خانه، 2000 رقم على يعني على 9 كشوانيات. حقيقه هاي الخدمه ما نقدر نوصفها، واحلى شيء بها هي دعاء الزائرين النا والشكر والثناء مع ما نقدمه من نعتبره قليل جدا. وقت الزيارات اذا قبضت مثلا الكشواني عندنا اخفاص صناديق، وايضا عندنا مكانات اخرى اذا احتاجنا بعد نجيب كربانات. قبل كل يجون عندنا الجدد نعلمهم عن طريقه التعامل مع الزائر بالدرجه الاولى، طبعا خدمه الزائر فوق الكل، نعلمهم شلون يتعاملوا مع الزائر ويتحملوا من الزائر. ايضا عندنا امور عديده، مثلا المريض نقدر نطببه جوا، يعني نجيب العربانه، المعوق يعني نقدر نطببه جوا، ناخذ نستلم عنده حذائه، نطببه جوا للزياره، نزوره ونكمل على حسب الوصول. ان شاء الله احنا كل هاي الامكانيات بفضل الله سبحانه وتعالى وولي البيت والمولى ابو الفضل عباس عليه السلام. خدمه زائر الامام الحسين ابو الفضل العباس شرف لنا. حسب توجيهات الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة يكون كل منتسب من الأقسام الأخرى غير الخدمية يوم شرف خدمة. جئنا ببضاعة عشق مزجاة ونريد رضا للموت، سنبقى خداما أحرار.